شريف بكره الظهر هون، ايه الغدا علي؟ ايه بس مش قبل التنتين، بدي اخلص جامعه بالاول. طيب تنتين على قد ما تنطرني كثير. مش قبل التنتين؟ قلت لك تنتين مش قبل التنتين. اه والله هيك قلتي؟ طيب وفطر دي بنحب بعضنا انا وشريف، طب ما نبصوا لنا انت وبيي. او بدكم ياني ادفن حالي تحت التراب من هلا بس لانه متجوزه؟ ما نبصوا لي ارجع اتجوز مثل كل هالبنات. بكره لما بيجي بيطلبك من بيك بنبقى بنشوف شو بنعمل. رح يطلبني امي بس اعطونا شويه وقت. اي بلا حكي فاضي. هيدي قصه انه الفقير مبسوط والغني زعلان، هيك كذب الناس عملوها بس يخففوا عن حالهم. انت عم تحكي مثل ما بيحكي خيي شريف. ايه انا هالجمله اخذتها منه بس مقتنعه فيها مليون بالميه كمان. بترفقين نلتقى انا وشريف حبيبي، بدنا نتغدى سوا على التنتين، معنا بس للاربعاء لانه عنده شغل. بس انت اوعى تجيبي سيره انت قدام خالتي زيون، هلا هي بتفكرني عم تغدى بالبيت واهلي بفكروني عم تغدى عندها. يلا بخاطرك. نصيحة، إذا أنت عن جد عندك قصر هلا ارجع عليه. الفقر بالأول ببين مهضوم، بعدين جهنم. هلا ارجع بمطرح ما جيت، لو شو ما كان في هونيك بضل أحسن من الفقر والحرمة. أنت ليش عم تعمل فيي هيك يا شريف؟ ليش؟ كرمالنا وكمان مستقبلنا حبيبي. ما بقى رح أقبل ولا عذر. أنا كثير تعبت من تصرفاتك، كل ساعة برأي وكل ساعة بمشروع، وأنا بقعد هون ناطرتك مثل الحمارة. كون هربانة من أهلي وتاركة ابني وقاعدة ناطرتك وأنت آخر همك، ليش؟ لأنك متأكد إني بحبك مش هيك؟ ليش بحسبي هالقد؟ تركني تركني تركني، ما رح أرضى هالمرة. حنان روقي شوي. تركني. شش تعالوا. يا حنان روقي. ما رح تضحك علي بكلمتين مثل العادة. سرين عشامي اهلا وسهلا فيكي. كلنا عم نتابع مسلسل الشقيقتان يلي عم ينعرض على شاشه ال بي سي اي من الاثنين للجمعه بعد الاخبار، ومن اول الحلقات بدانا نتعلق بالشخصيات. شخصيتك بالمسلسل بارزه، دائما هيك عندك هالاتيتيود المعصبه وبدها تفرض رايها، ورايها هو اللي بده يمشي، ودائما عندها شخصيتها. حلقه امبارح كثير اثرت فينا، كنتي متضايقه يعني كل هيك الظواهر المظاهر يعني اللي بين منها المشهد ببين انه انت ممكن تكوني انسانت. هلا نحن بنعرف انت وشريف مغرومين ببعضكم وعم تلتقيوا، شو معقوله المجدره ولا انك انسانت؟ ولا بعد ما طلعوا الفحوصات ما طلع نفس بس طلع اشاعه بالضيعه انه انت وشريف كثير مقربين من بعض. ما بعرف انا ما في احكي، الناس كثير بتحكي بس شو بدي. بس يمكن الليله بتطلع النتيجه، هلا بقى تطلع هي ما بدها كثير وقت تطلع النتيجه، بنعرفها كلنا سوا يعني مع بعض. اكيد الساعه 2:30 على شاشه ال بي سي اي مسلسل الشقيقتان. نحن كثير مبسوطين انه حضرتك معنا اليوم. ثلاث مسلسلات، ابرياء ولكن، احمد وكريستينا، وتليتون الشقيقتان، كلهم من توقيع سمير حبشه. ثاقبت ولا ليك او انت بس حابه تشتغلي معه؟ كيف صارت القصص؟ انا متعلمه بالجامعه اللبنانيه بكليه الفنون فرن الشباك. نعم. واستاذ سمير بيعلم هنيك. نعم. وهو كان رئيس القسم وقتها تبع السينما والمسرح. وقتها انا كنت عم بتعلم، ومره رحت قلت له انه بليز تعا احضر فحوصاتنا، انه انت مخرج وبنحب نشتغل معك وهيك. انت لحالك رحتي لعنده هيك؟ ايه انا رحت قلت له انه لانه ثاقبت، نحن على وقتنا ما كان بقى بيعلم، كان قبل يعلم تلاميذ المسرح. مزبوط. على وقتي ما كان بس يعلم تلاميذ السينما، فقلت له انه بليز تعا احضر فحص، انه كانه كاستنج يعني. ايه ومن بعدها وقتها قال لي انه بدي ابقى تشتغلي، بدي اياكي تبقي تشتغلي معي. حلو. ووقتها رجع دق لي كرمال مسلسل والثاني والثالث وكررت المسبحه. ايه يعني عم نحكي عن مخرج سمير حبشي اللي هو علامه فارقه بالاخراج واكيد بالتعليم، يعني كثير تلاميذ صاروا سيلبرتيز من تحت ايدين سمير حبشي. وسمير حبشي كمان معروف انه ما بيتم يعني ما بينتقي شخصيات ما بتاثر بالعمل يلي هو عم بيقدمه. شو يلي بيريحك اكثر شيء بالشغل مع سمير حبشي؟ اول شيء تسمير ينقي مسلسل يعمله يعني النص منيح، فهيدا من الاول في يعني لانه في ثقه، يعني انا بوثق بالشوية اللي بيعمله سمير حبشي. فاصلا انه مثلا وقت يحكينا على مسلسل غير انه بحبه شخصيا انا كثير، بس بعرف انه هذا النص اللي منقيه منيح والقصه حلوه وهيك.
وهو قد ما فيه بيشتغل على السات، يعني بيشتغل على الممثلين كتير. نعم. بجرب يطلع منهم صدق قد ما بيقدر، بجرب يأمن لهم المود تيكونوا مرتاحين قد ما بيقدروا، يعني تيمثلوا اكيد ضمن قد بيسمح الانتاج المسلسلات على انه نكون نرتاح. بس هو جدي يمكن بس بجرب قد ما بيقدر يعني. نعم، لانه كمان هو بيعطي انبوت كثير قوي على على السات. دورك بالشقيقتان، دور حنان ارمله بعمر صغير، عندها ولد ولكن عندها هيك إصرار إنه حياتها ما وقفت حتى لو صارت أرملة هي، وعندها نظرة مختلفة من كل المجتمع اللي حواليها إنه هي لازم تلاقي السعادة. إنه يمكن وشفناها بالمشهد بس كنا عم نحضر للبلاير إنه حتى لو ما تجوزي أنا بعدني عايشة. ما ننسى هو المسلسل بالستينات انه هو بلبنان بالستينات، وقتها البنت ما كانت تظهر من الشبه، بوقتها كانت ايه كان كثير غير عقليه عن هلا. مزبوط. نعم. يعني انا ست تترملت على بكير، كان عمرها 21 سنه وقتها ترملت. كل همهم يكون انه اوعى حكي العالم، لانه الارمله بيكونوا فتحين العيون عليها هيك من زمان كان. طبعا فهون حنان هيدي هالارمله يلي بوقت يلي المجتمع ما بيرحمها ابدا، وهي ما بدها، هي بحدا باسيوني وبتحب ومغرومه فيه لشريف كثير، وما بتحس، ويلي انا بلاقي كثير مع حق يعني انه ما توقف حياتها هون، انه واحد بيصير في كثير بحياته اشياء بس اكيد ما بيوقف عندها يعني انه لما سلمت بتكبر. الناس سيرينا رحت لعند ستك سالتيها مثلا كيف كانت الله يرحمها، الله يرحمها. يمكن الاخبار من الوالده بتقدر تخبرك، يمكن الاخبار يلي كانت تخبرها لامك هيك ممكن هيك تقدري يمكن تستوحي من الاجواء هذاك العصر كيف كانوا عايشين، كيف كانوا طريقه تفكيرهم. هي ليك على طول واحد وقت ياخذ دور وخصوصي اذا كان بغير عصر من ما اللي هلا عايشينه، بيكون الواحد عنده بالإيماجيناسيون تبعه بالسوفونير يعني يلي سمعون الأخبار يلي سمعه وهيك أخبار العائلة، بيكون عنده إيه جو براسه يعني فكرة إيه أنا من أخبار العائلة، من أخبار يعني كل شيء حواليك بخبرك كيف كان لبنان قبل بالستينات، كيف كانت العقلية، بس كمان كيف كان كان الجو. بعتقد أحلى بكتير من هلأ، أنظف بكتير. نعم. من هلأ ما في شان. كان في براءة بالعلاقات أكثر. إيه بس كمان كان في كتير قساوي من المجتمع ومن النظرة. نظرة مختلفة طبعا بأي يعني نحن كمان من أصلا هي بتصير كل 10 سنين بتغير المجتمع. تنرجع شوي للتصوير، حسب ما شفنا تصوير خارجي، في مشاهد خارجية، في مشاهد على البحر كل وقت، وصيفية وشوب. كيف كانت أجواء التصوير؟ صعبة؟ نعرف انه يعني بتشتغلوا لساعات طويله انتم. ايه كثير، يعني اوقات بنصور ما بعرف 15-17 ساعه بالنهار. واو. ايه كثير، ولانه بينحصروا على طول المشاهد يلي بنفس اللوكيشن، يعني مثلا الايام يلي صورها بالاوضه تبعي. نعم. ما اظهر من الاوضه على 15 ساعه بالتخت، لانه كلهم ورا بعض سان ورا سان يلي هن بالتخت، بس انجا بتغير التياب الركور وبترجعي. ايه. اوكي. هذا انه كل يلي بيمثله يعني بيقطع بهالشيء، اكيد صعب صعب بهالشيء، بس كمان انه ما في لذة العمل بالنهاية. ايه هيدا اللي فيه لذة، يعني الالفة اللي كانت يمكن بتغير لكم مودكم شوي. اكيد اكيد. بحس حاله الواحد معزول اصلا عن، يعني كانه هيدا صار عالمه. على جمعتين كل يوم من الصبح لاخر الليل هنيك. ف تتأثري سيرينا هيك بالاجواء العامه للدور يلي عم تأديه؟ يعني لما بترجعي على البيت بتحسي حالك كمان انت بدك تضلي قاعده بالبيت لتضلي عايشه هيدي الاجواء، ولا لا بتفتشي انك تظهري من الجو لحتى ترجعي تفوتي بطريقه يمكن مرتاحه اكثر؟ ليك هو انا من يعني في ممثلين من نوع يلي بحبوا يمكن يفوتوا بالشخصيه وما يظهروا، من انا مني هيك. يعني لما بيخلص الجو بترجعي على البيت شو بتعملي؟ ايه برجع على البيت بكون هلكانه، انجا معي كم ساعه نام فيهم يعني بشيل الميك اب وبنام برجع بقوم بدخل على التصوير. ايه يعني مش لانه انا ما بدي اظهر، لانه ما بكون عندي وقت قد ما بكون في يعني اجباري رح تضلي عايشه بنفس الاجواء، ما في مجال انك تغيري جو. ايه وعن جد وقتها تطلع بعدين وقتها يقطع مثلا جمعتين ثلاثه هودي التصوير اللي كثير بيكونوا، تحسي حالك بدك ترجعي تتاقلمي عن جديد مع الحياه، بس لانه مش لانه نفسيا فتت بالحاله، بس لانه صار لك زمان
بنفس الكادر يعني. الحالة الفنية تبعولتك اسم الله حرزاني هالفترة. من الدراما يلي عم نشوفها، دراما طبعا على التلفزيون، عم نشوف رح نشوفك قريبا بفيلم سينمائي بتوقيع صوفي بطرس محبس، انتاج كتير كبير كتير مهم. خبرينا أكثر عن تجربتك الأولى السينمائية. هو فيلم إخراج صوفي بطرس وكتابة صوفي ونادية علياواتي اللي هي المنتجة. نعم. فيلم هلأ بعد بـ 16 أدار نازل بالصالات بلبنان. عمل الورد بريمير بالدبي في الفستيفال. مهرجان دبي السينمائي. كان جالا سكرينينج وكان يعني عن جد كان روعة، والعالم كتير كتير حبه. فجايين نحن من دبي كتير بوزيتيف. حبة إن شاء الله هون بلبنان هيك. طبعاً. ايه وخصوصي انه بيحكي عن موضوع دقيق كتير وخصوصي هون بلبنان. هلا هو دقيق بكل البلدان لانه وين ما كان في عندك اختلافات. بلد حد يلي حد بلد ثاني في اختلافات وبصير في تعصب الناس لبعضها وهيك، بس يعني خصيصا نحن عم نحكي عن لبنان وسوريا. يعني هو موضوع يعتبر دقيق نسبيا. ايه كثير دقيق. كيف تمت معالجته للفيلم والحبكه كيف كانت؟ كيف هي؟ تمت معالجته، وهذا اللي احلى شيء بالفيلم. هو كل شيء كثير حلو بالفيلم، بس الحبكه يلي يلي كثير كثير انا بقدره بصوفي ونادية كيف كتبوه، انه كتبوه كثير بطريقه حقيقيه، ما هربوا، ما صاروا يهربوا ب ما بعرف يفرجوا انه في لا في سلام ومش هيك بنحكي عن بعض مثل ما هن الاشياء، يعني ما تخبوا ورا اصبعهم. ايه ما تخبوا ورا اصبعهم. اللبناني كيف بيحكي عن الصوره مثل ما هي، والسوريين كيف بيحكوا على اللبنانيين كمان قال يعني نقالوا بالحكي المزبوط ما تخبوا وراء اصبعهم. سيرينا، يعني الفيلم انتاج مصري لبناني اردني، انتاج ضخم الفيلم، ويعني وتنقلته وصورته بفتكر بشي جبل كمان. ايه بدهور شوير اكثر شيء. والكاست بجنن، جوليا قصار وغيره، علي الخليل، بتي توتال، بسام خوري، بسام كوسا، نادين خوري، جابر جو خضار، سعيد سرحان، يعني كاست جدا مهم مشان يشتغل بهالفيلم. كيف كانت اجواء التصوير؟ هل كانت متعبه مثل الدراما عاده تقعدوا 13 14 15 ساعه ولا لا كنتوا مدللين؟ ليك كله كثير متعب، التصوير متعب، يعني الواحد بيعرف حاله فايت على هالادفنتشر، يعني افنتور عن جد متعبه، بس هاي الزيتة يعني الواحد اصلا يفوت بهالدومين يعني بكون بحبها كثير يلتز بهيدا الشيء. تعب السينما غير تعب المسلسلات. اوكي. التلفزيون التعب انه كثير الوقت، يعني ما في عم بدهمكم ركض 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 ركض، فما يعني وبصير دماغك كمان يركض واحساسك يركض، كم مسلة ما بدك تنقلي من احساس لاحساس، ومن يعني تعب السينما كمان هيك، بس بدكم نفس الروحيه تعب. مثلا انه مثلا بالتلفزيون بنعمل بالنهار 14 مشهد 13 مشهد، بالسينما اذا ماكسيموم يعني اف شو تعبنا بنعمل 3 مشاهد. بس مش يعني رخوه وهيك، السينما بياخذوا من عده بلانات اكثر، في شغل على التفاصيل اكثر بالسينما، يعني وكانه بروفيشنال لازم يكون الممثل محترف اكثر لحتى يأدي دوره بالسينما، هيك عم نفهم منك سيرينا. يعني بدل على احترافيه الممثل طالما هو عم يمثل فيلم سينمائي، يعني هو محترف، يعني هو عنده المواصفات الكاملة حتى يكون ممثل. هي مش هيك، هو التمثيل بده احترافية لو شو ما كان، يعني وين ما كان، على المسرح أو بالتلفزيون بالسينما في احترافية، فلازم الواحد ينزل عنها. ولكن في خصوصية للسينما مش موجودة كمان بالتلفزيون مثل ما هي مش موجودة بالمسرح. مزبوط مزبوط، انه كل شيء اصلا السينما مع انه هي بتتقدم بطريقة، التلفزيون بتقدم بطريقة ثانية، يعني كل وحدة شيء. بس يمكن المخرجين بالسينما بيركزوا اكثر دقيقين اكثر، اداء بالتفاصيل، اداء انجلز بالكاست تبعهم، في انجلز اكثر كمان بالتصوير كمان. هذا بياخذ يعني وقت، كل التفاصيل موجوده اكثر بالسينما لانه في بادجت اكثر، وهالشيء يعني بيسمح لهم يضاءوا اكثر، بالتلفزيون مش مسموح لانه ما في. عم تحضر الافلام اللبنانيه؟ نعم. عم تحضر الافلام اللبنانيه؟ ايه هلا حضرت ناتس اسمعي واسمعي كمان هلا. شو رايك فيهم؟ كثير بتعرفي كثير حلو انه هلا بتحسي في عجقه افلام لبنانيه.
من كم سنة، من 4 سنين كان وقتها ينزل فيلم سينما. واو كلنا واو بدنا نروح نحضر. لا هالسنة عم بيقولوا في شي 15 فيلم نزل من انتاج. ايه كثير، كل شهر عم ينزل هلا فيلم. طب يمكن تما ينزلوا مع بعض كمان بيعملوا هالاستراتيجية الديستريبيوترز. بس كثير حلو هالشيء، اف بيفتح القلب. نحن مبسوطين فيك لانه تلفزيون سينما مسرح مسرح كمان. مش ما في شيء مش قاطع بال 2017 وين ما رح نبرم رح نشوف سيرينا، وان شاء الله اكيد كلهم بينجح. عندك اول مسرحيه رح تنعرض تقريبا بعد شهر، وب 6 اذار كمان بمهرجان البستان كمان مسرحيه ثانيه. خبرينا بلشوا التمرين. ايه هلا انا عم بتمرن على مسرحيتين بنفس الوقت، وحده قبل الظهر وحده بعد الظهر. نعم. مسرحيه اللي رح تنعرض بفستيفال البستان ب 6 اذار هي بتحكي عن إمبراطورة رومانية اسمها جوليا دومنا، كانت كتير مهمة بوقتها، شجعت الفلسفة وكانت حياتها كتير كتير مهمة. هي أمه لكاراكالا يلي معروف. نعم. كاراكالا هو لأنه البستان السنة التام تبعه عن النساء من الشرق يلي كتير كانوا مهمين بالتاريخ. وهي واحدة منهم، هي أصلها من سوريا جوليا دومنا وصارت إمبراطورة رومانية وكتير عشت أشياء. يعني بهالمسرحية هي كل 10 سنين كانوا بوقتها كانوا يعبدوا الآلهة عشتار. كل 10 سنين كانت تروح تزورها للآلهة عشتار وتخبرها وين صارت بحياتها بهالعشر سنين، شو صار بحياتها، وتندم على أشياء صارت معها وتصلي لها دورة؟ لا أي دورة؟ كتير مسلة كتير كبيرة. أنا كتير كتير إلي الشرف أن يكون حدا اسمها ميراي معلوف. هي اشتغلت مع أكبر مخرجين بالعالم بالمسرح. هي بتلعب جوليا دومنا. أنا كان على طول الإمبراطورات معهم مرافقات، المرافق الخرساء اللي بتعرف كل أسرار الإمبراطورية وحتى بترفقها بالموت، يعني بترفقها للإمبراطورة بالموت. فنحن هذه المسرحية آخر ساعة من حياتها عم تحكيها لعشتار عن حياتها شو صار. أوكي. وبتشوفي قد ايه تعذبت هالمره وقد ايه كانت مره جباره شوقتينا نحضر هالمسرحيه. هي مسرحيه انعرضت من 20 سنه بمنى. اخراج شريف خزندار مخرج عايش بفرنسا، وهلا عم ترجع تنعاد بعد 20 سنه بلبنان. رح نشوف المسرحيه بمهرجان البستان ب6 اذار. خبرينا سيرينا عن تفاعل الممثل مع الجمهور بالمسرح. هون في تفاعل مع الجمهور، في كونتاكت مباشر. هون قد ايه الممثل، طالما كنا عم نحكي عن لذة العمل والممثل قد ايه بحب هيدا الشغل، قد ايه بيختلف هون المسرح، يعني شعور الممثل على المسرح؟ هي اكبر لذة بالتمثيل بين هول ثلاث مطارح هي المسرح، لانه اكثر وحده الممثل بحس هلا بالحقيقه، لانه ما فيك تشتي ولا ثانيه بالتصوير. اوكي الاحترافيه انه ما توقفي وهيك، بس في عندك هالمجال انه توقفي تعيدي. المسرح خلص هلا اتس ناو اور نيفر، يعني بس توقع المصيبه ما بقى في شيء بيصير. ايه بس هيدا الشيء بيعطي اكبر متعه يعني على المسرح، انه عن جد بتعيش هالحياه الثانيه، بتعيشيها من اولها لاخرها وبتمسكي شخصيه من اولها لاخرها، ما في توقفات. يعني خلص بتفوت بتغطسي، يمكن الواحد اللي بتعيشي بخليك تركزي يمكن اكثر على الدور حتى ما اكيد هلا بالمسرح بصير فيه، لانه تمرينات اكثر بكثير من بالسينما، بصير فيه تمرين بالمسلسلات اقل بكثير. بس هيدا اللي بيعطيكي هالدرع والقوه انه مرنه كثير خلص واحد بكب حاله مرن، يلا بكب حاله بهالنص يلي معه مع الممثلين يلي معه بلحظات حقيقه كلها بيعطي بياخذ منهم. يعني هيدا اكبر لذة المسرح. في المسرحيه الثانيه ما حكيت عنها. هلا بعد شهر بمونو. أوكي. اسمها دينر وذ فريندز لكاتب امريكاني، اخراج كارلوس شاهين. انا هيدا ثالث عمل بشتغله معه كارلوس شاهين. رح يكون اسمها باللبناني كيف كان العشاء. بتحكي عن اثنين كابلز، شاب وبنت وشاب وبنت مجوزين صار لهم 12 سنة. نعم. منشوفهم كيف كانوا أول ما تعرفوا على بعض وكيف صاروا بعد 12 سنة زواج. وفيها كتير كوميدي من الحياة اليومية وفيها كتير بتزعق، يعني بتوجع لأنه كتير حقيقية. في أمور يعني بتمس فينا. بتصير الأشياء بين الزوجين. نعم. من two point of views، يعني أنه كوبل مقرر يكفي هالحياه سوا بكل ما صعبه
وكوب قرر انه لا انا ما بدي اجبر حالي بدي اروح على حياة تانية. سيرينا اسم الله شفنا انه عندك كثير اشغال بال 2017 وعم ينعرض لك مسلسل على شاشة ال بي سي اي. بتتشاوروا بهالامور مع زوجك فؤاد يمين؟ يعني بتاخذي رايه بتقولي له عم ينعرض علي هيك عم ينعرض علي هيك؟ اكيد كثير بناخذ راي بعضنا بالشغل. اوكي لانه اثنيناتكم نفس الدومين. مزبوط ما هيك لانه بنفس الدومين نحن تعرفنا على بعض يعني اثنيناتنا كنا انجا مبلشين الطريق. انا كنت بعد ما بلشت حتى. واو. هو كان اول ما انه بلش الطريق كان بعده مخرج من الجامعه يعني ففي كثير بنفهم على بعض شو عبالنا نشتغل شو ليه مثلا هيدا العمل اخذناه مع انه مش كثير عبالنا نشتغله يعني كل الاسباب وشو منحب اكثر فكثير بنفهم مع بعض وانا كثير بوثق برايه وهو كثير بوثق برايه. ظاهر كونسلتنسي وايز انتم كثير منيح مع بعضكم. إيه لانه ما في شيء عم تعملوه الا ما عم ينجح. ما بتمنى لكم كل بدي بتمنى لكم كل التوفيق انه في معليه الواحد اذا فشل اصلا ما هيدا من ضمن الطريق ما في شك. سيرينا هشامي اهلا وسهلا فيكي. بتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله تضل هالابتسامه الحلوه على وجهك ومن نجاح الى نجاح. اهلا وسهلا فيكي مشاهدينا.